بالقانون. في بالقانون باش نحكيه على وضعية يتسألوا عليها برشا ناس، اللي هي مدة الاحتفاظ بذي الشبهة. قديش مدة الاحتفاظ بذي الشبهة، وشنو هو الإيقاف التحفظي؟ مع الأستاذ أنيس الزين. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ. مرحبا بك ومرحبا بمستمعي إذاعة إكسبريس إف إم. مشكور جدا على التدخل معنا. إذا الإيقاف التحفظي وقديش مدة الاحتفاظ بذي الشبهة في القانون التونسي. أول شيء لازمنا نميزوا كما ميزت مجلس التجارة الجزائرية والقوانين الجزائرية بين الإيقاف التحفظي والاحتفاظ. أول حاجة نشوف الاحتفاظ باش نحاولوا نفهموا. الاحتفاظ هو اللي يقع عن بعد مباشرة، بعد مراجعة النيابة العمومية، بعد سماع المتهم لدى باحث البداية، يقع مراجعة النيابة العمومية. وقت اللي تلقى النيابة العمومية كان الشخص هذايا ينجم مثلا اختار، كما أنه في غياب ينجم ملف ليقع اثنين معنا البحث في الملف خوفا معنا من فرار بتاع المشبوه فيه، او كذلك لخطورة معنا الفعل المتعلقة به، يقع الاحتفاظ به. والاحتفاظ هنا وقع تحديده في مجلس الإجراءية الجزائرية فصل 13 مكرر، اللي تنقع عديد المرات، خاطر كان تحب نرجع معنا بالتاريخ، كان الاحتفاظ قبل غير محدد، معناه يشدوا شخص مشتبه في موضوع ينجم يقعد رهن الاحتفاظ في كما نقولوا احنا في تونس ولا في بوسوسه والا في جهه، في وحده ايقاف وحده الاحتفال في منطقه في اي مكان مده غير محدده. ثم وقع تحديد الاحتفال الذي يصبح محدد بايام، اللي هي اربع ايام، ثم اصبح ثلاثه ايام، يقع تمديدهم لثلاثه ايام اخرى. ثم الآن أصبح الاحتفاظ لا يجوز في خصوص الصباح إلا ب 48 ساعة، يقع تمديدها ب 24 ساعة، وفي جنايات 48 ساعة يقع تمديدها ب 48 ساعة أخرى. هذا الاحتفاظ اللي يقع عند بحث البداية، معناها كما نقول الشرطة أو الحرس أو الديوانة اللي يقوم بحث شخص، هذا يمكن الاحتفاظ به بعد مراجعة النيابة العمومية وتعطيهم إذن كتابي في ذلك. مش معناها كما قبل كان بحث البداية، بعد سماع الشخص يمكن يحتفظ به حتى من غير مراجعة النيابة العمومية، من حق المختص به كان يختص به كذلك بحث البداية. توا أصبح الحق هذا ما ينجم يكون كان عن طريق النيابة العمومية، عندما تأذن النيابة العمومية بالاحتفاظ فإنه يقع الاحتفاظ بذلك الشخص المدة القانونية اللي كنا نحكي عليها بعد مراجعة النيابة العمومية. على أساس ذلك يقع عرض المتهم على النيابة العمومية، وكذلك في حالة التمديد يقع عرض المتهم على النيابة العمومية لتقرر في شأنه الانضراب، باش تقع إخلاء سبيله معناه لحالته على المجلس الجناحي وإلا على الناحية وإلا بحالة سراح، أو أن تقرر إيداعه بالوحدة السجنية القريبة الى حين تعيين جلسه في خصوص الجناح. جناح مش جنايه، جناح الجرائم غير الخطيره اللي العقوبه نتاعها لا تتجاوز الخمس سنوات سجن. بالطبع كذلك بالقانون، في القانون معناه الفصل 206 مجلس التجاره الجزائريه ينظم الاحاله على المحكمه الابتدائيه دائره الناحيه بالمحكمه الابتدائيه. طيب باش نمشيو للاحتفاظ. الاحتفاظ هذا يختلف عن الايقاف التحفظي، عفوا يختلف عن الاحتفاظ. هو معناه الفاظ متشابهه، لكن الايقاف التحفظي يقوم به قاضي التحقيق عندما تقرر النيابه العموميه فتح بحث تحقيقي ضد مشتبه به واحالته على قاضي التحقيق. لهنا قاضي التحقيق بامكانه ان يصدر بطاقه ايداع، وهي اختصاص مطلق للسيد قاضي التحقيق، اختصاص مبدئي ومطلق للسيد قاضي التحقيق، وهو قرر يصدر بطاقه ايداع. لكن بطاقه ايداع مش يقعد محتفظ به مدى الحياة. ثم القانون يحدد المدة الممكنة التي يخولها القانون لحياة هذه البطاقة، بطاقة الإيداع. بطاقة الإيداع هذه تكون بستة أشهر فقط. بعد مرور ستة أشهر يجب على قاضي التحقيق عنده حلين، يا إما يفرج عليه وجوبا إفراج وجوبي يسمى إفراج وجوبي، أو يقع التمديد إذا كان ثم سبب من الأسباب يمدد، والتمديد يكون بأربعة أشهر. ويمكن تمديد مرة أخرى وأخيرة أربع أشهر أخرين. معناها المدة الكاملة متاع بطاقة الإيداع هو ستة شهور مع أربعة مع أربعة، واللي هو 14 شهر، عام وشهرين. يمكن للشخص مرتكب أي فعلة أن يقع
يكون محتفظا به على ذمة القضية، ثم يقع الإفراج عليه وجوبا إذا كان زاد متعين بلوس جلس. إذا كان وحيد على الدائرة الجنائية يقع الموقوف على ذمة الدائرة الجنائية وتنتهي مدة الاحتفاظ بعد مرور 14 شهر. سيكون مفهوم واضح. إذا هذه الأجيال، هذه كل ما يهم تفاصيل مدة الاحتفاظ أو مدة احتفاظ بذي الشهور. قلنا 6 شهور ثم تمديد 4 شهور ثم تمديد 4 شهور على الأقصى، هذا أقصى حاجة. من نجم الشخص يقع ما يكون محتفظ به أكثر من عام وشهرين، كان تقبل الأمور زي كذلك مسيبة توقع تحديدا عن طريق المجلس الجزائية، تكون مدة الاحتفال 6 شهور ثم يقع تمديدها بأربع شهور ومع التعليل طبعا طرف قاضي التحقيق، ثم تمديد مرة أخرى 4 شهور. بالنسبة للاحتفال هذه بالنسبة لقضاء التحقيق، بالنسبة للاحتفال بالنسبة لذي الشبهة مع طريق بحث البداية بعد ما رجعت النيابة العمومية، ويكون الاحتفال بمدة يوم أو يومين، يقع تجديدهم لمدة يوم بالنسبة للجناح و 24 ساعة معناه و 48 ساعة بالنسبة للجناية. 48 ساعة بالنسبة للجناية، هذه فيما يتعلق بالاحتفاظ بذي الشبهة. بالنسبة للإيقاف التحفظي أعطيتنا المدة اللي ما يمكنش تجاوزها. مشكور جدا الأستاذ أنيس الزين على كل هذه التوضيحات. نذكروا ديما اللي الفيديو تلقاوه كامل والحوار كامل على قناة يوتيوب إكسبريس أف إم. كانت هذه بالقانون اليوم، احنا مواصلين معكم حتى نصف النهار، من بعد شوية